مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا عبر شاشة تلفزيون البحرين، حياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج المسابقات اللي طلع عليكم كل ليلة هالحزة من 10 ل 11، برنامج الحصالة برعاية شركة الاتصالات الأولى في البحرين شركة بتلكو. طريقة الاشتراك في البرنامج سهلة وبسيطة جدا، الاشتراك إلكتروني ومجاني عبر الموقع الإلكتروني اللي كل شوية يظهر أسفل الشاشة، الحصالة.بتلكو.com. طبعا بيانات سهلة وبسيطة، مطلوب منكم انكم تملونها، الاسم الثلاثي، الرقم الشخصي، رقم الهاتف، الايميل، ونأكد على هذه المعلومات من خلال الضغط على زر اشترك. في ملاحظة لاحظتها امس ان في مشتركين يقولون والله احنا نشارك، مثلا اليوم شارك 10 مشاركات، باكر شارك المشاركات 0. شلون عرفت ان مشاركاتك العشر انلغت؟ ما في ولا مشاركة تنلغي، أوتوماتيكلي كل مشاركة تدخل في السيستم، تدخل في الموقع الإلكتروني، تتسيف ليه ما ينسحب رقمك، وبكذي ما في أي مشاركة تنلغي، كل المشاركات محفوظة، والله يوفق الكل، يوفق الكل. طبعاً الحصالات قاعدة تزيد وقاعدة تكثر، حصالة 200 دينار وحصالة 500 دينار. بنشوف اليوم في هذه الحلقة كم محظوظ راح تطيح للحصالة و500 دينار. خلونا نتابع هذه الحلقة اللي إن شاء الله بتكون وياكم على الهواء لغاية الساعة 11، ولكن بعد الفاصل. على الراغبين بالمشاركة في برنامج الحصالة زيارة الموقع التالي، إدخال البيانات المطلوبة والضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. هذا البرنامج برعاية باتلكو. على الراغبين بالمشاركة في برنامج الحصالة زيارة الموقع التالي، إدخال البيانات المطلوبة والضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. هذا البرنامج برعاية باتلكو. معاكم على الهواء مشاهدينا مستمرين لغاية الساعة 11 في برنامج المسابقات الأول اللي طلع عليكم من خلال الشاشة البحرينية، برنامج الحصالة برعاية شركة الاتصالات الأولى في البحرين بتلكو. طبعا أحب أشكر طاقم عمل البرنامج اللي قاعدين يجتهدون كل يوم، يعني أنتم ما تتخيلون ايش كثر المسألة محتاجة تركيز، هاي الأسئلة اللي تطلع على الشاشة وتثبيت الإجابة والتايمر ونركز في حال إن احنا نسمع الإجابة الصح، خصوصا في السؤال الثالث. الموضوع يعني مو بسيط مثل ما أنتم متخيلينه، هي ساعة لكن فيها ستريس. فشكرا تيم برنامج الحصالة كلكم اللي في الاستديو واللي في الكنترول، وأحب أشكر بعد مصممة الأزياء كبرى القصير، وأحب أشكر الميك أب أرتست نجاح الشيخ وبير صالون، شكرا كلكم. بيسز فرنتشرز، باري فلاورز، كلكم ما تقصرون. ومن معنا اول اتصال في حلقه اليوم، وبنشوف عبد الرحمن حظه شلون. عبد الرحمن. نعم. هلا عبد الرحمن، كل عام وانت بخير. وانت بخير ان شاء الله. عبد الرحمن متحمس ان شاء الله؟ ان شاء الله. من معاك يتابعنا عبد الرحمن؟ والله انا زوجتي. انت وزوجتك في البيت حاليا ولا برا البيت؟ لا في البيت. في البيت، اوكي. بنشوف السؤال الاول عبد الرحمن. طبعا قيمه الاجابه على السؤال الاول 100 دينار، اوكي؟ اوكي. وفي السؤال الثاني، في السؤال الثاني تقرر اذا تواصل ولا تنسحب. بس عبد الرحمن اذا ما عليك امر ممكن تقصر على صوت التلفزيون؟ اي اوكي. اي لان صوت التلفزيون ياخر صوتي عندك والعكس. اوكي عبد الرحمن؟ اوكي. يعني يا تقصرون على صوت التلفزيون يا انت تكون بعيد عنه. كنترول، نشوف سؤال عبد الرحمن الاول. بسم الله، عطونا السؤال على الشاشه. سؤالك يقول: يا عبد الرحمن، موسيقي ومطرب مصري من اصول سوريه ويعد من اعلام الفن، من هو؟ من هو هذا الفنان؟ مصري من اصول سوريه معروف، مفروض تعرفه. نشوف الخيارات. نعم.
يلا نشوف الخيارات. نشوف الخيارات، اعطوني الخيارات كنترول. عبد الحليم حافظ، محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش. والله ها يعني مفروض الأسامي يعني واضحة. شو أقول أكثر من كذي؟ عبد الحليم. إيش قلت؟ متردد. أنت إيش كنت بتقول؟ عبد الحليم حافظ. من صدقك؟ يا لهوي. آه يا قلبي، آه يا قلبي. لا 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 عبد الرحمن ما يصير. محمد عبد الوهاب. ها الجلطة الثانية، الجلطة الثانية. لا 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 وايد. فريد الأطرش ونقطة، ما فيها فاصلة ونقطة. ثبتولي يا جماعة، ما فيني شدة، كافي صدمة، كافي صدمة. فريد الأطرش يا عبد الرحمن، فريد الأطرش. نشوف السؤال الثاني. يلا نشوف السؤال الثاني، أعطونا السؤال الثاني كنترول. بئر ينفجر منه الماء تلقائيا عبر تسرب مياه الأمطار إلى باطن الأرض عبر الفجوات الأرضية. نشوف الخيارات. يلا نشوف الخيارات. الآبار الجوفية، الآبار الارتوازية، الآبار المعدنية. شو تقول عبد الرحمن؟ ها عبد الرحمن من باطن الأرض عبر الفجوات الأرضية، من باطن الأرض عبر الفجوات الأرضية. الآبار الجوفية، الارتوازية، المعدنية. الجوفية. عطني آخر إجابة وثبت. عطني آخر إجابة وثبت. والله آخ لا الآبار. آخر إجابة وثبت. المعدنية. على نثبت على شنو؟ بس ما سمعت الإجابة، ممكن تعيد الإجابة؟ الآبار المعدنية. أوكي خلونا نثبت على الآبار المعدنية بما أنها هي آخر إجابة. خلونا نثبت ونشوف. إجابة خاطئة، الآبار الارتوازية يا عبد الرحمن، يا عبد الرحمن، الآبار الارتوازية. نشوف حظ المتصل الثاني اللي عقب عبد الرحمن. من؟ بعد عبد الرحمن؟ مرحبا عبد الرحمن. هلا أختي شلونك؟ هلا عبد الرحمن، كل عام وأنت بخير. وأنت بخير صحة سلامة. عبد الرحمن شلون استعدادات العيد؟ والله ها أوكي. ها ما بقى شيء على العيد؟ لا والله باكر عقب باكر الوداع. ها؟ عبد الرحمن كله وين؟ عبد الرحمن من وين تكلمنا؟ في أي منطقة ساكن؟ اي حاليا من الجو. من وين؟ من الجو. من الجو. من ال من ياو مو من ال من ياو صح؟ لا من الجو. من الجو. وين في الجو؟ الياو. اي ياو من غير الف ولام. عبد الرحمن جاهز نشوف السؤال الاول؟ ما ابغى اسولف اليوم، نشوف السؤال الاول؟ يلا تفضلوا كنترول، اعطوني السؤال الاول. شاي احمد دائما تذكره وشاي احمد فايده. يلا عبد الرحمن، من نباتات المناطق الحاره وهو المصدر الاساسي لاستخراج السكر. من نباتات المناطق الحاره وهو المصدر الاساسي لاستخراج السكر. تعرف السكر من اي نبته يستخرجونه؟ ايه من اي نبته؟ كمية قصب السكر. انزين نشوف الخيارات، يمكن يكون قصب السكر. عطوني الخيارات كنترول. الشمندر السكري، قصب السكر، ولا كليهما؟ أنا بقول شيء بس يلا قول عبد الرحمن. ما فهمت عارف. إيش قلت؟ لا لا سؤالي عبد الرحمن إيش قلت؟ قصب السكر. شوف بقول لك شيء عبد الرحمن، هني في الاستديو في قصب السكر وفي شمندر. ايش قلت؟ يا حبيبي وقف قاعد اضحك بصمت.
لأن أنا إذا ضحكت مشكلة. إيش قلت؟ بالسكر. الحين أنا قاعدة أقول لك عبد الرحمن أنت من قلت لي وأنت في الجو أنا عارفة آخرتها. عبد الرحمن أنا قاعدة أقول لك الحين عطيتك الجواب أنا قاعدة أغششك. هني في الاستديو في قصب السكر في شمندر بس ثلاث. كليهما. نثبت على كليهما. نثبت على كليهما. قطشت في حياتك مذيعة كذي. كليهما. والله قلبي تعبت. يلا نشوف السؤال الثاني عبد الرحمن جاهز؟ يلا كنترول عطونا السؤال الثاني. ماذا تعني كلمة باراشوت؟ ماذا تعني كلمة باراشوت؟ مظلة هوائية؟ نعم مظلة هوائية. انزين نشوف الخيارات. يلا كنترول نشوف الخيارات. ضد السقوط، خفيف الوزن، ولا كبير الحجم؟ شنو تعني كلمة باراشوت؟ شنو تعني كلمة باراشوت؟ أنت تعرف الباراشوت صح؟ إيه. إنزين فحاول تربط. باراشوت هو كنا ضد السقوط. نعم. تنزل. نعم ممكن تعيد الإجابة؟ هو كنا ضد السقوط لأن. انتبت على أوكي انتبت على ضد السقوط عبد الرحمن. انثبت على ضد انثبت على ضد السقوط عبد الرحمن. نعم انثبت كنترول على ضد السقوط ونشوف الإجابة. إجابتك صحيحة يا عبد الرحمن. لازم يأمنك زي ما يأمنتني. زين عبد الرحمن تواصل ولا تنسحب؟ والله أنت شو تقولي؟ أنا بعد عقب اللي قلته يعني بعد ما أدري عبد الرحمن. لا بس والله يعني الحمد لله. ما ادري والله عقد لساني. تواصل ولا تنسحب عبد الرحمن؟ انا بتنسحب. تنسحب اوكي. 200 دينار مقدمه من شركه بتلكو للاتصالات. مبروك عليك يا عبد الرحمن وشكرا للمشاركه. وبعد حق اللي حاب انه يشارك معنا في البرنامج باب المشاركه مفتوح للجميع. البرنامج راح يستمر وياكم ان شاء الله خلال 3 أيام عيد الفطر المبارك، بس التوقيت بيختلف. ايام العيد بيكون من 9 ل 10. الموقع الالكتروني يظهر اسفل الشاشه كل شويه. الحصاله.بتلكو.com. او في شيء لازم اقوله. تذكرون حلقه القرقعون شلون كانت حلوه ونيسة؟ باكر عندنا حلقه الوداع، لازم تتابعونا. نطلع فاصل، بعد الفاصل نرجع نواصل وياكم. خلكم ويانا. وي ما في فاصل؟ زين في اتصال؟ وي سلمى. انا عبالي فاصل. سلمى هلا. سوري سلمى نطرناك على الخط وانا بروح فاصل. من وين تكلميني يا سلمى؟ عادي من مدينه حمد. ومن معاك يتابعنا؟ كل الاهل. كل الاهل. امورك جاهزه حق العيد سلمى؟ اي الحمد لله. يلا ناويه تواصلين للسؤال الثالث ولا بتنسحبين؟ ان شاء الله بشوف. ان شاء الله ان شاء الله. كنتوا عطونا سؤال سلمى الاول ونشوف سؤالك يا سلمى وان شاء الله يكون سهل وتقدرين تجاوبين. سؤالك يقول في أي عام وضع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قوانين لعبة كرة القدم؟ ما عاد أحد يساعدك. ما عندي خبرة. نعم؟ ما عندي خبرة في كرة القدم. نعم؟ ما عندي خبرة في كرة القدم. أنا بعد ما عندي خبرة في كرة القدم. نستعين بالخيارات؟ إيه نطلع. يلا نستعين بالخيارات. الخيار الأول 1863، 1887، 1923. والله شلون تساعديني يعني؟ بساعدك بس انت ساعديني بعد. انت حاولي. اول اجابه ان شاء الله. نثبت على اول اجابه؟ اي نثبت. يلا كنترول نثبت على اول اجابه 1863 ونشوف سلمى. سلمى اجابتك صحيحه. 100 دينار في الحصاله. نواصل ونشوف السؤال الثاني. اوكي سلمى؟ سلمى انا اساعد الكل بس ما يصير من تطلع الخيارات تقولين لي ما اعرف. هل يعقل اقول الجواب كذي؟ اشكره يعني ترضينها علي؟ صرت شمندر وصرت كل شيء يلا نشوف السؤال الثاني. سلمى سؤالك يقول ما السمك الذي يعيش مع الروبيان في جحره ويقوم بتنبيه الروبيان بواسطه ذيله في حاله الخطر؟ مم.
خلني نشوف الخيارات سلمى. كنترول عطونا الخيارات، نشوف الخيارات. سمك السردين، سمك الجوبي، ولا سمك أبو منقار؟ دقيقة. أي دقيقة. يلا نشوف الدقيقة الحين. دقيقة وايد، هالسؤال الثالث ما في دقيقة. ها سلمى، ها شو تقولين سلمى؟ أي إجابة تقريبا؟ الجوبي. نثبت على سمك الجوبي؟ نثبت على سمك الجوبي؟ اي ان شاء الله. يلا نثبت على سمك الجوبي، يعني الخيار الثاني. الإجابة يا سلمى صحيحة، سمك الجوبي. سلمى هلا. سلمى شو رايك، تواصلين ولا تنسحبين؟ والله ما اعرف اسال الاهل. يلا سألي الاهل. واصلي. اذا بيساعدونك واصلي، ما بيساعدونك انسحبي. قاعد يساعدني، قولي لي واصلي بعد. يلا نواصل. يلا ان شاء الله. يلا كنترول نشوف سؤال سلمى الثالث. سؤالك يا سلمى، من هو مكتشف كوكب اورانوس؟ وي وي، من هو؟ تايمر اشتغل يا سلمى. دقيقة بس، دقيقة بس، انتبهي للتايمر. ويليام هارشل. ويليام هارشل. انزين خلونا نشوف الإجابة. ويليام هيرشل، إجابتك صحيحة، إجابتك صحيحة يا سلمى. أنا سمعت الإجابة منها ومن اللي معاها ومن اللي وراها. سلمى لا. مبروك 300 دينار مقدمة من شركة باتلكو، فزتي فيها. يعطيك العافية يا سلمى، وشكراً على المشاركة، وكل عام وانت بخير. فاصل الحين، صج. يلا نطلع فاصل، من بعد الفاصل نرجع نواصل حلقتنا لهذه الليلة، نشوف من هو المحظوظ اللي بتطيح للحصالة العود اليوم. خلكم ويانا الذهبية. على الراغبين بالمشاركة في برنامج الحصالة، زيارة الموقع التالي، إدخال البيانات المطلوبة، والضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. هذا البرنامج برعاية باتلكو. على الراغبين بالمشاركة في برنامج الحصالة، زيارة الموقع التالي، إدخال البيانات المطلوبة، والضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. هذا البرنامج برعاية باتلكو. احنا معاكم على الهواء مشاهدينا من الحين لغاية الساعة 11، نحاول قد ما نقدر نحن ناخذ أكبر عدد وأكبر قدر ممكن من المشاركات. المشاركات كلها محفوظة في الموقع الإلكتروني، ما في مشاركة تنلغي ولا في مشاركة تنمسح، كل مشاركة تتم من خلال الموقع الإلكتروني على طول تحفظ في السيستم، تحفظ في السيستم. فاللي يظهر عنده أنه صفر هو مو صفر، هو خلاص المشاركة القبلية انحفظت، فبعدين في مشاركة ثانية وراها. من معنا على الخط؟ علي مرحبا. مرحبتين. أهلا علي، شلونك؟ الحمد لله بخير. علي كل عام وانت بخير. وانت بخير. سلام علي، جهزت أمورك حق العيد؟ إيه خلص، بس باقي لك كم شغلة. خلص بس باقي لك كم شغلة. من وين تكلمنا علي؟ مدينة عيسى. معاك أحد يساعدك؟ معاك أحد يشجعك؟ ايه معي اخوي. معك اخوك. يلا علي جاهز نشوف السؤال الاول؟ جاهز. يلا، كم قيمة الإجابة على السؤال الاول؟ 100 دينار. سؤالك الاول يقول يا علي، ما هي الحشرة الأكثر إتلافا للمحاصيل الزراعية ويخافون منها المزارعين؟ ما يحتاج. نعم جرادة. انزين نيود الإجابة هاللون كذي ونشوف الخيارات. الفراش، الجراد،
ولا البعوض؟ الجراد. نيود الإجابة الجراد. يلا نثبت على الإجابة الثانية كنترول ونشوف إجابة علي. إجابتك صحيحة يا علي، الجراد. كم عندنا الحين في الحصالة؟ 100 دينار. والسؤال الثاني في حال جاوبت صح عليه كم بيصير عندك؟ 200. عطونا السؤال الثاني كنترول نشوف سؤالك علي، وإن شاء الله سؤالك سهل مثل السؤال الأول. سؤالك علي يقول: ما هو العضو الذي يستهلك 40% من أكسجين الدم؟ عضو في جسم الإنسان يستهلك 40% من أكسجين الدم. نشوف الخيارات ولا عندك فكرة؟ القلب. القلب. نشوف الخيارات. نشوف الخيارات. عطونا الخيارات كنترول. المخ، القلب، ولا العضلات؟ المخ ولا القلب ولا العضلات؟ رفيجك شو يقول لك؟ المخ. المخ. نثبت على المخ. نثبت. يلا نثبت على الإجابة الأولى المخ، ونشوف إجابتك يا علي. إجابتك صحيحة علي. علي إجابتك صحيحة. تواصل ولا تنسحب؟ تواصل. تواصل. إيه. خليك سريع ومركز وخل رفيجك يساعدك. السؤال الثالث ما عندك خيارات وعندك 30 ثانية. اتفقنا؟ يلا اتفقنا. عطونا السؤال الثالث كنترول. سؤالك يقول: ما هي الشجرة التي تزرع نفسها بنفسها؟ يكون شمندر. ما هي الشجرة التي تزرع نفسها بنفسها؟ علي يلا الإجابة. نخلة. علي إيش قلت؟ نخلة. لا لا لا. التايمر. تشبه النخلة علي، تشبه النخلة. جوز الهند. نثبت على شجرة جوز الهند ونشوف الإجابة. صح علي، شجرة جوز الهند. شجرة جوز الهند. كم عندنا في الحصالة علي؟ 300 دينار. مستانس؟ راضي وسعيد؟ وش رايك إذا طاحت لك الحصالة 500 دينار؟ مبروك مبروك، تستاهل تستاهل يا علي، مبروك. شكرا على المشاركة ويعطيك العافية وكل عام وانت بخير. راح علي؟ ايه خلاص كخ. من اللي بعده؟ من عندنا محمد. محمد. نعم. نعم الله عليك، كل عام وانت بخير. وانت بخير والصحة والسلام. شو تفطرت اليوم محمد؟ ايش غريب. الحمد لله ان في ناس ليحين الثريد والعيش صامد على سفرتهم. عيش وثريد. خلصت امورك مالت العيد محمد؟ ايه الحمد لله خلصت. الحمد لله. من وين تكلمنا محمد؟ من اي منطقه؟ من المحرق. من المحرق. عندك عيال؟ متزوج؟ وضعك الاجتماعي؟ توني متزوج. توك متزوج. يلا الله يهنيك ان شاء الله. جاهز محمد نشوف السؤال الاول؟ يلا كنترول عطونا سؤال محمد الأول ونشوف إجابتك يا محمد على السؤال. من أول من أطلق على كلمة البرلمان على المجالس الوطنية ومجالس الأمة؟ يعني كلمة البرلمان من أطلقها؟ نشوف الخيارات محمد. أوكي. محمد بقول لك، محمد بقول لك شيء، خل نتفق. ترى يصير أوكي. تناقش اللي يمك وانا اسمعك، لا تحطني ميوت. اوكي معك. الميوت هذه خطر، يحسسني انه ينقطع الاتصال. نشوف الخيارات. لا لا محمد. اوكي يلا نشوف الخيارات. الاسبان ولا الفرنسيين ولا الالمان؟ البرلمان. اي يلا المان. لا لا الاسبان. لا انت شكلك وايد تتابع الدوري الاسباني. سيدك قلت الاسبان. اذا مو بالاسبان يعني من؟ الفرنسيين. اكيد. اكيد. يلا نثبت على الاجابه الثانيه الفرنسيين ونشوف الاجابه صحيحه يا محمد. الفرنسيين. نشوف السؤال الثاني. نشوف السؤال الثاني.
وطبعا قيمة الإجابة على السؤال الثاني 200 دينار. جاهز؟ جاهز. يلا محمد جاهز وأنا جاهزة والكنترول جاهزين. عطونا السؤال. جزيرة يونانية تتكون من صخور طبيعية جرانيتية وينعدم فيها جريان المياه العذبة بسبب قلة الأمطار، شو اسم هذه الجزيرة يا محمد؟ نشوف الخيارات. يلا عطونا الخيارات كنترول. الخيار الأول يا كنترول جزيرة سانتوريني، جزيرة ياكوشيما، ولا جزيرة ميكانوس؟ شو تقول؟ شو تقول؟ أي واحدة؟ الأخير ميكانوس. 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 نثبت على الإجابة الثالثة. يلا نثبت على الإجابة الثالثة ميكانوس ونشوف إجابتك يا محمد. إجابتك صحيحة ميكانوس. تواصل ولا تنسحب؟ واصل. تواصل؟ نعم. واثق من معلوماتك؟ واثق من اللي معاك؟ كيف في أحد معاك؟ أنا من الميوت عرفت. يلا زين خلاص نشوف السؤال الثالث. يلا عطونا السؤال الثالث كنترول. نشوف سؤال محمد الثالث. من القائل مصائب قوم عند قوم فوائده؟ من؟ 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 اشتغل التايمر. من؟ التايمر يا ناس. لا لا ما يصير. يلا أبو طيب المتنبي. أبو الطيب المتنبي. ونشوف الإجابة. عطوني الإجابة. أبو الطيب المتنبي. إجابتك صحيحة محمد. أنا ذبت ذبت. وأنت كذي. أنا عارف أنا عارف أنت تنطر ليمك يساعدك وأنا على أعصابي أبي الإجابة. مبروك يا محمد. 300 دينار مقدمة من شركة بتلكو. شكرا على المشاركة ويعطيك العافية. نذكركم مشاهدينا بطريقة الاشتراك في البرنامج. الطريقة سهلة وبسيطة جدا، مجانية وإلكترونية. الحصالة .بتلكو.com هذه هو موقعنا الإلكتروني حق اللي حاب انه يشارك معنا. طبعا البرنامج راح يواصل في عرض وبث حلقاته معاكم ان شاء الله على الهواء خلال ايضا 3 أيام عيد الفطر المبارك من 9 إلى 10. طبعا التوقيت بيتغير ايام العيد، في مفاجآت كثيرة، حصالات وايد. مرحبا زمزم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا زمزم، شلونك؟ الحمد لله. من سماك زمزم؟ امي. اسمك حلو. زمزم جاهز نشوف السؤال الأول؟ ايه. يلا، وكم قيمة الإجابة على السؤال الأول؟ 100 دينار. 100 دينار. وبتواصلين للثالث؟ ما أدري. انزين من اللي معاك الحين؟ من اللي معاك يتابعنا؟ أنا وزوجي. أنت وزوجك. يلا يا زمزم نشوف السؤال الأول وقيمة الإجابة على السؤال الأول 100 دينار. بسم الله عطونا السؤال الأول كنترول. من أهم المساجد في مصر والعالم الإسلامي وهو جامع وجامعة منذ أكثر من 1000 سنة. ما يبي له خيارات يا زمزم أبداً. ما يبي. ما تبين تخمنين؟ لا الحين مو جاي على بالي. لا أرجوك خمني. لا لا تعرفينه. أعرفه بس شوي مرتب كم الاتصال. ما تبين تقولي الإجابة؟ لا أعرف الإجابة بس الحين شوي مرتب. زين يلا اذا شفتي الخيارات ما بترتبكين؟ لا لا في لا بعرفها. يلا عطونا الخيارات. عطونا الخيارات كنترول. جامع السلطان حسن، الجامع الكبير، جامع الازهر. جامع الازهر. متاكده؟ اي متاكده. كنت تعرفين الاجابه قبل شوي؟ اي عارفه بس شوي مرتبكين. زين يلا الجامع جامع الازهر. الاجابه الثالثه. نثبت على الاجابه الثالثه كنترول. اجابتك صحيحه يا زمزم. جامع الازهر. نشوف السؤال الثاني. طبعا قيمة الإجابة على السؤال الثاني 300 دينار. اوكي يا زمزم اتفقنا؟ اوكي. يلا 200 عفوا 200 اي 200. عطوني السؤال يقول ما هو الاسم الآخر لزهور اللافندر؟ اللافندر. اللافندر كذي بنفسجية حلوة لها اسم ثاني. نشوف الخيارات. يلا عطوني الخيارات كنترول. اللوتس، الخزامة، ولا شقائق النعمان؟
من فوائدها أو من مميزات هذه الزهرة الاسترخاء. اللوتس. لا هاي اللوتس لا مو اللوتس انسيبي اللوتس. حقائق النعمان. أعطيني إجابة أخيرة وثابتة. الخزامة. الخزامة نثبت. الخزامة. يلا نثبت على الخزامة الإجابة الثانية ونشوف الإجابة صحيح. الخزامة. زمزم. ها زمزم توصي ولا تنسحبين؟ لا بتنسحب. بتنسحبين؟ إيه. راضية بالمئتين؟ الحمد لله. يلا عليك بالعافية 200 دينار كاش مقدمة من شركة بتلكو للاتصالات. شكرا لك على المشاركة يا زمزم. راح نطلع مشاهدينا فاصل، بعد الفاصل نرجع نواصل حلقتنا لهذه الليلة. خلكم ويانا. على الراغبين بالمشاركة في برنامج الحصارة زيارة الموقع التالي، إدخال البيانات المطلوبة والضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. هذا البرنامج برعاية باتلكو. على الراغبين بالمشاركة في برنامج الحصارة زيارة الموقع التالي، إدخال البيانات المطلوبة والضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. هذا البرنامج برعاية باتلكو. مواصلين وياكم حلقتنا مشاهدينا لهذه الليلة، تقريبا باقي ربع ساعة ونختم وياكم. احنا بنحاول قد ما نقدر في هالربع ساعة ناخذ أكبر عدد ممكن من المشاركات، فالله يخليكم. في السؤال الثاني حاولوا شوية تستعجلون. من معنا على الخط؟ عواطف. مرحبا عواطف. هلا. هلا عواطف. أهلين. كل عام وأنت بخير. بخير. عواطف صوتك بعيد. ها؟ عواطف. هلا. انت على الهواء يا عواطف. عواطف من معاك قاعد يتابعنا حاليا؟ الاهل. الاهل. ومن وين تكلمينا يا عواطف؟ من اي منطقه في البحرين؟ المحرق. من المحرق. عواطف جاهز نشوف السؤال الاول؟ اوكي. وكم قيمه الاجابه على السؤال الاول؟ 100. والسؤال الثاني؟ 100. 100. والثالث؟ 300. وانت وحظك يا عواطف. نشوف السؤال الاول عواطف. أوكي. يلا كنترول عطوني سؤال عواطف الأول. عواطف شكل من أشكال منتجات الألبان المجففة ينتشر استخدامه في الأردن وفلسطين وشمال السعودية. عبود أنا قلت لك؟ يلا نشوف الخيارات. نشوف. يلا. يلا يا عواطف نشوف الخيارات. الجميد، الكرك، ولا الحليب المجفف؟ شوفوا هو يسخنونه يذوبونه ويصبونه على المنسف ويرقدون عقب المنسف أربع ساعات. الجميد. نثبت على الجميد. يلا نثبت على الإجابة الأولى الجميد ونشوف إجابتك يا عواطف. عواطف إجابتك صحيحة، الجميد. يلا عواطف جاهز نشوف السؤال الثاني. جاهزة. كم قيمة الإجابة على السؤال الثاني إن شاء الله؟ 200 دينار. يلا كنترول عطوني سؤال عواطف الثاني. السؤال الثاني يقول قوس نصر مبني من الرخام الأبيض يقع عند تقاطع أكسفورد ستريت وأجور رود وباركلين في لندن. شو اسم القوس؟ شو اسم القوس؟ نشوف الخيارات. ما تبين الخيارات ولا تبين تعطيني الجواب؟ نشوف الخيارات عواطف؟ إيه. يلا عواطف يلا يا الحبيبة نشوف الخيارات. قوس الرخام، قوس النصر، ولا قوس لندن؟ اسمه بالع... إيه صدق. يلا قوس لندن؟ لا 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 مهر بالأرج صدق. أنا والله قلتها بالإنجليزي عواطف ما أقدر أقول شيء أشكره.
قوس الرخام. قوس الرخام نثبت على قوس الرخام. مارفل آرش، يلا نثبت على قوس الرخام. صدق مر يعني قوس الرخام إجابة صحيحة يا عواطف. هو إيه اسمه يعني قوس الرخام؟ ما قصت حياتي فكرت إن أنا أترجمه، فقعدت أفكر في لحظة إيه مارفل آرش هو الرخام. تواصلين عواطف ولا تنسحبين؟ ساعديني. ها؟ أنا؟ تساعدونها؟ ما أدري. شوف السؤال الثالث ما في خيارات وثلاثين ثانية عواطف. إذا ما عاد أحد يساعدك شنو هالمفاجأة؟ عواطف مبروك عواطف، أنا تفاجأت وياك عواطف. مبروك طاحت لك الحصالة 500 دينار. وين راحت؟ راحت عواطف. وينك؟ هلا عواطف مبروك طاحت لك الحصالة وفيها 500 دينار، ايش تبين بعد؟ الله يبارك. قولها واصل ولا شيء، يلا مع السلامة. جهزوا جائزتي. مبروك يا عواطف، شكرا على المشاركة. نشوف سامي وحظك يا سامي. مرحبا. السلام عليكم. هلا عليكم السلام، شلونك؟ بخير الله يسلمك. سامي من وين تكلمنا؟ والله من منطقة السيف. من منطقة السيف؟ ايش عندك هناك الحزة؟ خبرك شو اسمه أغراض العيد. اي خبرك أغراض العيد، وحين زحمة وحين في السيارة وما عندي تلفزيون. اي والله. اي ومن معك في السيارة؟ زوجتي ويا. انزين بس بيساعدونك هما. انت ما تحتاج تلفزيون ان شاء الله، يعني تحتاج بس تسمعني من التلفون. نشوف السؤال الاول يا سامي ان شاء الله. يلا كنترول، عطوني سؤال سامي الاول. سامي سؤالك يقول كم عدد السلاطين الذين حكموا الدولة العثمانية؟ نشوف الخيارات سامي، خلينا نشوف الخيارات. 35 سلطان، 36 سلطان، 37 سلطان. سامي كم عمرك؟ أنا 40. 40؟ يلا يعني مفروض سؤالي أعطاك الجواب والله العظيم. 35. إيش دعوة؟ 35، 36، 37، وأنت عمرك 40، فيعني 37. نثبت على 37، هذا الذكاء اللي يعجبني، نثبت على 37. يلا نثبت على 37 وإجابتك صح يا سامي. صح سامي. سامي جاهز نجيب السؤال الثاني؟ يلا يلا كنترول عطوني السؤال الثاني. سامي سؤالك يقول في أي قرية عمانية توجد محمية للسلاحف التي تعيش لأكثر من 100 سنة؟ ما شاء الله. اي في اي قريه عمانيه؟ تحب نشوف الخيارات يا سامي؟ اي ولا اسف. يلا اعطوني الخيارات كنترول. قريه كمزار، الاشخره، ولا راس الجنز؟ شو تقول؟ راس الجنز. نثبت؟ اي نعم. نثبت نثبت على الاجابه الثالثه كنترول، ونشوف سامي اجابته صحيحه. سامي 200 دينار في الحصالة، تواصل ولا تنسحب سامي؟ ما عاد والله السعودية ولا. سامي بقول لك شيء، يعني للأمانة السؤال الثالث أحياناً الإجابة رقم، أنا شلون أساعدك في حال رقم؟ إي نعم. أنا أحاول لكن بعد أنت لازم تبادر، أنت لازم تخمن، تخلي زوجتك تساعدك اللي معاك، لأن السؤال الثالث ما في خيارات و30 ثانية. فالقرار متروك لك يا سامي، تواصل ولا تنسحب؟ الحمد لله 200 دينار. الحمد لله. عليك بالعافية يا سامي، 200 دينار مقدم من شركة بتلكو، شكرا على المشاركة. ونشوف حظ ولاء. 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 الو. اهلا ولاء. اهلين. كل عام وانتي بخير. وانتي بخير. ولاء من وين تتابعينا ومن وين تكلمينا؟ من الرفاع. من الرفاع. ولاء من معاك حاليا قاعد تشوف؟ الاهل. كلهم؟ إيه؟ كم شخص يعني الأهل؟ يعني أمي وأبوي وخواتي. بيساعدونك؟ بيساعدونك؟ إيه إن شاء الله، أنت بعد ساعديني. إن شاء الله، بس هم بعد يساعدونك وأنا أساعدك. يلا ولاء نشوف السؤال الأول. يلا كنترول عطوني سؤال ولاء الأول. ولاء أين أقيمت أول حديقة حيوان في العالم؟ أو أين أنشئت أول حديقة حيوان في العالم؟ نشوف الخيارات ولاء. أوكي. عطوني الخيارات كنترول. في أستراليا ولا في الصين ولا في سنغافورة؟ شو تقولين؟
دقيقة شوي. إيه إن شاء الله. ونقصر على صوت التلفزيون حبيبتي بليز إذا ممكن. أنا هاي الخيار الثالث ما أعرف أقوله بالعربي، يعني لو أقوله صار شيء يضحك. ساعديني شوي. زين أنتي سو أنتي خمني، يمكن جوابك يكون صح. أما كذي بس ننتظر الإجابة من السماء ما يصير. ولا خمني حبيبتي خمني. الصين؟ في الصين؟ نثبت على الصين؟ ساعديني. أكثر من هالمساعدة؟ نثبت على الصين؟ أوكي. إيه؟ يلا نثبت على الصين. كنترول الإجابة الثانية. إجابتك صحيحة يا ولاء، الصين. يلا ولاء نشوف السؤال الثاني. قيمة الإجابة على السؤال الثاني 200 دينار بإذن الله. عطوني السؤال كنترول. سؤالك يقول: ما هي المدينة السعودية التي تلقب بعاصمة التمور؟ سهل وما يبي له شيء. أبي جواب من غير خيارات يا ولاء. دقيقة شوي. لا هاي ما يبي له دقيقة. ولاء. ما يصير هاللون. دقيقة شوية. إيه. يلا. زين اوكي عطوني الخيارات كنترول. عطوني الخيارات. في خيارات؟ اي لا في في لحظه العكاب. حبيبتي العكاب. لحظه حبيبتي نجران عكاب. ولا تبوك عكاب. ولا حائل. هذه الخيارات قدامك يا ولاء. نجران تبوك حائل. ساعديني شوي. ممكن تخمنين حبيبتي انت بعد؟ ممكن تساعديني وتخمنين يعني؟ ساعديني يعني جاوبي. لا يا حبيبتي انا ما اقدر اجاوب من غير ما انت تحاولين. نجران نجران نجران. لا مو نجران. اعطيني اجابه اخيره واثبت. اعطيني اجابه اخيره عشان اثبت. انت لو تركزين معي شويه على الخط لان تبوك قاعدين يفكرون. يلا اعطيني اجابه اخيره ونثبت. نثبت على تبوك. ساعديني عاد. ولا نثبت. اعطيني اجابه اخيره ونثبت. اول شيء قلتي نجران، قلت لك لا. الحين نثبت على تبوك. نثبت على تبوك كنترول ونشوف. ولا ولا اجابتك خاطئه. حائل حائل. انا ما اقدر اقول الاجابه يا جماعه الخير. ساعديني من غير ما انت تحاولين، هاي كانه شيء ما اقول الاجابه. عايشه مساء الخير يا عايشه. السلام عليكم ورحمه الله. هلا وعليكم السلام ورحمه الله يا عايشه، شلونك؟ كل عام وانت بخير. هلا وانت بصحه وعافيه شيماء. هلا حبيبتي. عايشه من وين تكلمينا؟ من مدينه حمل. حاليا انت في البيت؟ نعم. يلا عايشه جاهزه نشوف السؤال الاول؟ ان شاء الله. شلون معلوماتك يا عايشه؟ اللهم لك الحمد. الحمد لله. بس عايشة من فضلك إذا شفتي الخيارات حاولي إنك تخمنين. حاولي إنك تخمنين وأنا بساعد. أوكي؟ إن شاء الله خير. اتفقنا. يلا يا كنترول نشوف سؤال عايشة الأول. عايشة سؤالك يقول: كم يساوي اليوم في كوكب عطارد؟ اليوم الواحد في كوكب عطارد كم يساوي؟ اليوم الواحد اي في كوكب عطارد كم يساوي؟ 10 شهور. نشوف الخيارات عايشة. 10 سنوات 10 شهور. خلنا نشوف الخيارات يا عايشة. مو مشكلة. 59 يوم أرضي، 69 يوم أرضي، ولا 79 يوم أرضي؟ 59. نثبت على الإجابة الأولى؟ إن شاء الله. نثبت على الإجابة الأولى كنترول. 59 يوم أرضي ونشوف إجابة عايشة. صح يا عايشة 59 يوم أرضي. عايشة 100 دينار الحين في الحصالة. جاهز نشوف السؤال الثاني؟ بإذن الله. بإذن الله. عطوني السؤال الثاني كنترول ونشوف سؤال عايشة الثاني. عايشة سؤالك يقول: ماذا يعني جنكيز خان؟ طبعاً جنكيز خان هو اسم إمبراطور الإمبراطورية المغولية، بس شنو يعني جنكيز خان؟ نشوف الخيارات عايشة؟ إن شاء الله. إن شاء الله. عطوني الخيارات كنترول. قاهر العالم، زعيم الزعماء، ولا الإمبراطور؟ قاهر العالم. نثبت على قاهر العالم؟ إمبراطورية؟ قاهر العالم. نثبت على قاهر العالم الإجابة الأولى.
عايشة داشة بقوة وبثقة وإجابتك صحيحة يا عايشة، قاهر العالم. عايشة تواصلين ولا تنسحبين؟ يا رب تعطوني 500 والله يجازيكم خير بعد. اه كذا ما يصير، وبعدين احنا ما نقدر نعطيك اياها، احنا ما نقدر نعطيك اياها، هذه انت وحظك. عايشة تواصلين ولا تنسحبين؟ لا حبيبتي، نعمة الحمد لله رب العالمين. 200 دينار من نصيبك يا عايشة، وألف مبروك وشكرا على المشاركة يا عايشة. شكرا. عايشة سريعة ما شاء الله عليها، واثقة من معلوماته، كانت تساعدني كانت تساعدني. وصلنا وياكم كنترول وصلنا وياكم مشاهدين لختام حلقتنا لهذه الليلة. باكر إن شاء الله عندنا حلقة يعني مميزة، وشوية أنا يعني أنا ما أدري، أنا أحب الوداع وفي نفس الوقت يعني يضايقني الوداع، لأن أنا وايد أحب شهر رمضان. لكن باكر إن شاء الله في الاستديو راح نسوي الوداع، راح تشوفون الوداع إن شاء الله لايف. متابعينا من الدول أكيد الشقيقة في الخليج، شوفوا الوداع في البحرين شلون عندنا، تستمتعون إن شاء الله. طبعا الفاصل أي فاصل احنا بنختم. طبعا الموقع الإلكتروني للاشتراك حق اللي حاب انه يشارك معنا في البرنامج الحصالة.بتلكو.com، الاشتراك إلكتروني ومجاني. باكر بنشوفكم في نفس الموعد من 10 ل 11، تصبحون على خير.